أحلم ما دمت حيا، سيأتي اليوم الذي يرفع لك إناس ألف تحية، ويسألونك كيف أتيت بالحلم إلى دنيا البرية. حينها ستنظر إليهم وتبتسم وتقول لهم: ألم أقل لكم بأن للحلم 100 باب وألف قضية؟ فاجعل الحلم حقيقة وعنوانا لك ما دمت حيا. صباح الخير مشاهدينا، ويوم جديد من برنامج يوم في الخير. طبعا النهارده معانا ضيوف متعدده جدا وفقرات متميزه جدا. ان شاء الله هنبدا اول فقراتنا، وهي فقره استكمالا للفقره السابقه، مع المستشار القانوني طلعت ابو الفتوح سلمان، عضو المنظمه المصريه الدوليه لسفراء السلام والعلوم الانسانيه، والكاتب والمفكر. بنرحب بحضرتك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. طبعا احنا عنوان الفقره بتاعتنا النهارده هي تكمله للفقره السابقه، وانا بصراحه دخلت في الموضوع بسرعه نظرا لان الحلقه ما شاء الله فيها العديد يعني من الاشياء، وهي اخطر الاسباب التي تؤدي لعقوق الابناء للاباء. انا اتفضل حضرتك. لا اتفضل حضرتك. كما تعودنا دائما البدء ببسم الله الرحمن الرحيم والدعاء اللهم اغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. والمداخله هذه المره من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي ومن داخل هذا الاستوديو هي تحية وتقدير لفريق عمل برنامج يوم في الخير. فالنجاح لا يأتي مطلقا من فرد، ولكن النجاح يأتي بالمجموع. وأعتقد أن الفريق يقدم يعني مجهود لا يراه إلا كل محق. هذا المحق هي مقدمة البرنامج الدكتورة مروة، فلتتفضل بذكر أسماء الفريق شكرا وتقديرا له. طبعا شكرا جزيلا لحضرتك. طبعا يعني فريقنا الجميل أستاذ محمد وأستاذ نصر الشاهد، طبعا مدير الإنتاج، وطبعا مدير البرامج أستاذ جمال عبد العظيم. يعني بشكرهم جدا لأنه فعلا يعني، وطبعا عم عزب مصورنا الجميل، وطبعا يعني أنا أسماء كتيرة عديدة بصراحة، بس يعني ممكن أكون التقدير والشكر لجميع الفريق كل باسمه، فشكرا جزيلا. شكرا جزيلا لحضرتك. النهارده احنا بنستكمل الحلقه الماضيه. تمام. انا بس بدون مقاطعه لحضرتك، لان احنا معانا تقرير هنطلع فيه، هو بيصب في مصلحه الحلقه، فيعني يا ريت يا جماعه لو تمام هنطلع في التقرير وهنرجع لكم لاستكمال الفقره، انتظرونا. السلام عليكم يا احلى متابعين. والله انا مر عليا موقف دلوقتي، ويمكن انا معيطه، هتشوفوني ان انا معيطه. عيطت عشان خاطر الراجل اللي هو عم محمود، اللي ولاده طاردينه في الشارع، ولاده بقاله 6 شهور قاعد عند الجيران، وبيضربوه علشان خاطر المعاش، وعايزين ياخدوا منه المعاش بتاعه. انا حاسه بذهول، لان على طول الامهات مرميه في الشوارع، على طول الاهالي والابهات مرميين. ليه يا ولاد؟ احنا جرى فينا ايه؟ انا عايزه افهم، حد يرد عليا، حد يقول لي ايه اللي حصل. دي نتيجه الدلع، ولا نتيجه التربيه، ولا نتيجه بعدنا عن ربنا؟ انا مش قادره افهم ايه اللي بيحصل فينا. عاد سمة العصر، بناشد الحكومه وبناشد، بقول لك الحقوقيين وكل الناس يعملوا قانون لحمايه الام، الاب والام من ولادهم. نعمل قانون رادع للعيال دي، وليأذي أم، وليأذي أم، وليأذي أبوه يتسجن. لكن كده حرام، حرام الأب في السن ده يتبهدل، يترمي في الشارع، الجيران ياخدوه ويعطفوا عليه. حرام، حرام دموعه تنزل في كبره. كفاية ألمه، كفاية مرضه، كفاية عجزه. الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. قوانين هذا الكون الذي أنزله الملك جل جلاله على الناس: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. والله إن كنت الآن تهين أبيك، والله سيأتي غدا ولدك أو ابنتك تهينك.
كما تدين تدان. فاتقوا الله يا شباب، اتقوا الله في آبائكم، اتقوا الله في ضعفهم، اتقوا الله في أوجاعهم، اتقوا الله في أمراضهم. منهم المصاب بالسكر والضغط، ومنهم المصاب بالكبد. هذه الأمراض أتدرون كيف تأتي؟ تأتي من كثرة الأحزان ومن كثرة الفكر والحزن. لماذا كان يفكر أبيك كثيرا ويحزن كثيرا؟ إلا لأجل مصلحتك. ورجعنا لكم تاني مشاهدينا. طبعا يعني انا بعتذر لحضرتك على المقاطعه يعني سياده المستشار، بس بصراحه دي من الحاجات اللي بتدعم الموضوع، وطبعا بتناشد طبعا بفكره حضرتك. هو طبعا اتفضل. تمام، معلش هناخد الاتصال ده. السلام عليكم. عليكم السلام. زي حضرتك يا حاجه لوليا. الله يسلمك يا استاذه مروه. طبعا حضرتك منورانا في برنامج يوم في الخير، وطبعا يعني حضرتك من الفيديوهات، يعني دخلت ما شاء الله على صفحه حضرتك فيديوهات قد ايه حاساها ان هي بتعبر يعني عن الواقع او كده. انا حابه يعني حتى لا اطيل على حضرتك، حابه بس حضرتك سمعتي معانا التقرير دلوقتي؟ ايوه. حضرتك كنت بتناشدي بفكره الحقوقيين، او حابه ان انت حضرتك توصلي رساله ممكن تقولها لنا؟ انا بصراحه اليومين دول العقوق منتشره جدا جدا جدا، سمعت العصر دلوقتي في كل بيت، مش يعني ده انت اللي احنا بنشوف اللي على السوشيال ميديا وهنشوفها على التلفزيون والاعلام، حاجه ما يعني مهازل بتحصل للامهات والاباء الكبار في السن اللي المفروض يكرموا دلوقتي بعد قصه كفاح مع اولادهم، المفروض يكرموا. لا احنا بنشوفهم متبهدلين في الشوارع في دور المسنين، روحي شوفي المآسي في دار المسنين، شوفي اللي بيطردها من بيتها واللي عايز ياخد المعاش بتاعها واللي ما بيسالش فيها، بتبقى عايزه حد يخدمها مش بتلاقي، يعني بتصرخ الناس الكبار بيصرخوا من ولادهم. فانا بناشد ان زي ما انتم عملتوا حقوق المراه وحقوق الطفل، ده في رأفه في جمعيات اسمها رأفه بالحيوان، وده انسان رب تعب كبر وشقي وشاف الذل في حياته لما وصل ولاده لاعلى المناصب واعلى المراكز، والاخر بيمشوا ويسيبوهم مرميين في الشوارع بيعانوا معاناه رهيبه. يعني الناس النهارده بتعاني، ما كانش زمان كده، كان زماننا الاب والام دول بيكرموا ويتحطوا فوق الراس، كان زمان هم القامه والقيمه الكبيره، كان زمان هم النفس الحلو والريحه الحلوه. طيب يا حاجه لوليا، انا عليهم احنا بناشد، انا بناشد الحقوقيين والمختصين والمعنيين واي حد في الدوله، لازم يتعمل قانون للولاد دول اللي بيهنوا الاب والام في الكبر بعد معاناه رهيبه. طيب يا حاجه لوليا، طبعا حضرتك الرساله وصلت، ويعني انا حبيت طبعا ان انا اعرض المقطع بتاع حضرتك، وعارفه طبعا ان حضرتك ليكي قصه بدون الدخول فيها طبعا، بس يعني في النهايه ان شاء الله رسالتك وصلت لينا، واحنا بنشكر حضرتك جدا، ومزيدا من التوفيق يا رب العالمين في جميع الفيديوهات اللي حضرتك بتقدميها كدعم ايجابي للمجتمع. شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. اسفه طبعا. هاخد من المتصلة عبارة بتقول دار المسنين. تمام. هي المفروض دار المسنين ما ينكتبش عليها دار مسنين. هي المفروض يبقى عنوان دار المسنين نزلاء من ليس لهم رجال. يعني نزلاء دار المسنين دولي نزلاء من ليس لهم رجال، سواء كان النزيل رجل أو امرأة، مش دار مسنين. تمام. ده فيما يتعلق بالمداخلة دلوقتي. تمام. إنما استكمال الحلقة، أنا برضو هاخد خيط من المداخلة اللي هو السبب الثاني أو أخطر سبب في عقوق الوالدين.
تمام. احنا كنا قلنا في الحلقه الماضيه ان اخطر سبب في عقوق الوالدين هو عقوق الاب ابتداء. فاحنا ما زلنا امام اسره سيدنا ادم. فاحنا قلنا ان اسره سيدنا ادم هي ابن اكبر اسمه قابيل وبعدين هابيل وبنت جميلة جدا وبنت قبيحة جدا. طيب السبب الثاني ايه؟ السبب الثاني اللي انا شايفه ان ما زال قابيل حيا يرزق في جميع الاسر، مش المصرية، في جميع الاسر على مستوى العالم. يعني ما زال قابيل حيا يرزق، لم يمت، في جميع الاسر. طيب ده اقصد بايه؟ اقصد به بان قابيل اللي هو رمز للطمع ده موجود في جميع الاسر. طيب هذا الطمع ما هو سببه؟ سببه ان سيدنا ادم غذى فكره الجمال والقبح ابتداء في اسرته. ففكره الجمال والقبح هي فكره نسبيه تختلف من مجتمع لاخر. فدي كانت أول أسرة على الأرض. إذن من ملك تغذية الجمال والقبح كان سيدنا آدم. ربنا بيقول إيه؟ وعلم آدم الأسماء كلها. يعني ربنا سبحانه وتعالى هو المعلم الأول، علم سيدنا آدم الأسماء كلها بما فيها فكرة القبح والجمال. طيب حد يقول لي أنت كده بتوهني، هقول له لا أنا ما توهكش ولا حاجة. أنا أقول الفقرة أو المعنى بشكل عامي إن الأب أو الأم متى غذى روح الأنانية في أحد أفراد الأسرة، فأنا النهاردة بقول له أنت غذيت روح الأنا عند هذا الشخص وزرعت في قلبه بذرة الطمع. بذرة الطمع اللي هي كانت في سيدنا في أخونا قابيل كانت متعلقة بفكرة الجمال. لكن هل فكرة الجمال والطمع فيها تتوقف فقط فيما يتعلق بجمال الأنثى؟ أعتقد لا. ولكن الجمال هي كلمة عامة مطاطة تحوي كل ما يروق للنفس البشرية. فهذا الجمال قد يكون في قبول المجتمع لشخص آخر، فهذا القبول هو بيمثل الجمال في نظر الأخ. قد يكون فكرة قبول الأب والأم لأحد الأخوات ده بيمثل جمال. هذا الجمال قد يثير أشياء سلبية في قلب الابن. ففكرة الجمال متى كانت في المال أو في القبول أو في الزوجة أو في المنصب، إذا صادف إن أحد الآباء غزى هذا المعنى في داخل أسرة، فإن هذه الأسرة تكون مبتلية بابن عنده الأنا عالية اللي هو قابيل. طيب حد يقول لي طيب إزاي غزة؟ يعني إزاي سيدنا آدم غزة فكرة أن دي أخت جميلة ودي أخت قبيحة؟ تمام. ولا وممكن مثلا أب برضو يعني يتساءل أنه طيب يعني انا مش قصدي مثلا ان انا يعني بعمل الحاجه دي بدون قصد، ف يعني هنا ايه المعيار مثلا؟ المعيار هو اراده الله. القصد هو اراده من الله. ارادتي انا تتوافق مع منطوق ما بقلبي، والرب في داخل القلب. فالرب في قلب كل منا ويعلم تماما إذا كان قصدي أنا كابن خواتيمي من خواتيم أهل الجنة، فربنا سبحانه وتعالى هيخلي قصدي داخل هذا الاتجاه. إنما إذا كان ربنا سبحانه وتعالى هو العليم يعلم بأن خواتيمي ليست من أهل الجنة، فإنه يبتليني بابتلاء الطمع. إذا أنا شخص مبتلى والأب أيضا شخص مبتلى. فابتلاء الأب بعقوق الابن قد يكون قصاص له أثناء حياته، وأنه كان عاقا بأحد والديه أو بأبوه، قد يكون قصاص.
قد يكون حكم من الرب على هذا الشخص، وقد يكون ابتلاء. قد يكون هذا الأب بار بوالديه إلا أنه مبتلى بعقوق أحد الأبناء. هذا الابتلاء أعتقد أنه سيصبر عليه لأنه دفع الثمن. هذا الثمن أنه كان يوما بارا بوالديه. فأنا أعتقد أن الشخص الذي كان بارا بوالديه إذا ما ابتلي بابن عاق فإن الله سيرزقه بنعمة الصبر حتى يأخذ الأجرين، أجر بر الوالدين وأجر الصبر على الابتلاء. تمام. طيب يعني مثلا حضرتك هتكمل العقوق، ولا ممكن ان احنا بنصير حكاية انه يبقى في قانون مثلا لنقطة عقوق الوالدين؟ يعني انا النهاردة اثرت لجنحة عقوق الوالدين. انا كنت اتمنى ان في دكتور جامعة، اتمنى ان هو كان حاضر المناظرة ديت، وانا بالمناسبة بقدم اسفي لاي صديق قلت له ان في مناظره هتكون بيني وبين دكتور في كليه حقوق، فانا بقدم هذا الاسف. فانا كنت اتمنى ان هو يكون موجود حتى نبحث سويا، بحث مش المتخاصمين، لكن هو بحث المتكاملين فيما يتعلق بمنفعه لكل اب وكل ام، بل للمجتمع كله. فانا اعتقد ان اذا كان هناك عقوق للوالدين فهذا جلب لكل نقم للمجتمع كله، وإذا كان هناك بر للوالدين فإن هذا يجلب كل نعم للمجتمع كله. فأنا النهاردة لما بقول إن إحنا نسعى إن إحنا نعمل قانون تحت مسمى جنحة عقوق الوالدين، فأنا أعتقد إن لو كان حصلت مناظرة كنا نتكامل في ترتيب الأفكار سويا تفكيرا قانونيا، أما وأنه غاب عن المشهد فربنا يكون السلامة له ويكون العذر خير إن شاء الله، وأتمنى وجوده في أي حلقة إن شاء الله. إن شاء الله. هي كل الحكاية يعني إنه مثلا الناس بتتساءل إن إزاي إحنا النهاردة مثلا نقدر نطبق القانون ده، والقانون ده صعب جدا. يعني مثلا الأم في فطرتها ممكن يكون الابن عاق ليها، إلا إن هي يعني مش هتقدر ان هي مثلا تحبس ابنها يعني بفطرة الأمة او كده. يا دكتورة مروة صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، انا بعتاد طالما ان انا قلت مش عبارة، قلت كلمة واحدة، انا قبل ما اقول الكلمة بل حرف بكون مسؤول عنه قدام نفسي، وبكون عامل له احاطة من الدفوع واحاطة من القبول لن يخرج عنه إلا كل واحد أعتقد أنه حظه من الفهم قليل. أي ما كان، أنا لما بقول إحنا نعمل جنحة عقوق والدين في حاجة اسمها خلع وفي حاجة اسمها طلاق. تمام. الاثنين النتيجة واحدة وهي انفصال الزوج عن الزوجة، صح؟ صح. طيب، لكن أي راجل شرقي بيتخوف تماما من فكرة الخلع. صح. فهو بيعمل ألف حساب لفكرة الخلع. أنا النهاردة أب وابني جه ضربني، طب ما أنا بروح المركز أعمل له قضية ضرب وممكن يتسجن فيه، لكن أنا عاوز أستبدل بدل ما هي تبقى جنح الضرب لكل الناس بمفهوم الأب والأم، أنا عاوز أخصص جنحة لا تسمى جنح الضرب. هو النهاردة لو الأب راح قال إن أنا ابني بيشتمني باي 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 سباب او كلام، انت ما يتسجن. المقصود يا دكتوره مروه مش قصد السجن، لا. انا لما بقول جنحه عقوق الوالدين بالظبط هي بيكون لها مردود نفسي شكل كلمه الخلع. لو الابن ضرب والده هيروح الاب لو عاوز يحبسه يحبسه، لكن لما يتحبس في قضيه تسمى عقوق الوالدين هيكون الحكم رادع من الناحية النفسية. أنا كأب لما يجي لي واحد ياخد بنتي وبعدين واحد يجي يعمل فيه أنا خير ويقول لهذا الشخص صدر علي حكما في جنحة عقوق الوالدين حتى ولو لم تنفذ، يعني حتى لو إن الأب تنازل عن دعواه أو عن الحكم،
النهارده انا ممكن اقول له بالسلامه انت شربت خدت شايك اتفضل، ليس لك مكان عندي لانك انت عاق الوالدين. تمام. فجنحه عقوق الوالدين هي جنحه، هي من الناحيه النفسيه هي اعظم من السجن. حتى لو ان القاضي حكم، الاب له ان هو يعفي ابنه من السجن في اي مرحله من مراحل الدعوه. فاذا الزمام يملكه الاب. طيب هل مدى باختصار امتى ان الاب هو الذي يقرر العقوق اذا كان موجود او مش موجود؟ فهو الذي يقرر ان طاقته تم استنفاذها من عقوق هذا الابن اللي ضرب واللي شتم واللي اذى واللي بيطرد من البيت. ده باختصار، لكن هو برضو الموضوع طويل انا عارفه، معروض طبعا احنا هنوعد حضرتك طبعا بتجدد الموعد، يعني لانه فعلا شرف لينا. في النهايه مشاهدينا بنشكر حضرتك جدا المستشار القانوني طلعت ابو الفتوح سلمان، عضو المنظمه المصريه الدوليه لسفراء السلام والعلوم الانسانيه، وعضو باللجنه العليا لمكافحه الارهاب والفساد، والمفكر والكاتب. ودلوقتي مشاهدينا هنطلع في تقرير صغير جدا عن اتخذ من الخير رفيق، ومن المبادرات الشبابية والمبادرات المجتمعية العديد والعديد، وكان له شعارا نعم وبكم نستطيع مع الأستاذ أحمد سعد الله الهواري. هنطلع في التقرير ده وهنرجع لكم بعد التقرير مع فقرة أنت تقدر.